الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال حديثنا حول غيبة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف باب في الغيبة من كتاب الكافي الشريف الحديث الخامس تلونا قسما منه في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة نتلو الشطر الاخر من هذا الحديث والذي يرتبط بعلائم الظهور ثم قال الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يا زراره لا بد من قتل غلام بالمدينه قلت جعلت فداك اليس يقتله جيش السفياني قال لا ولكن يقتله جيش آل بني فلان يجيء حتى يدخل المدينه فياخذ الغلام فيقتله فاذا قتله بغيا وعدوانا وظلما لا يمهلون فعند ذلك توقع الفرج ان شاء الله بالنسبه الى علائم الظهور هناك روايات كثيره تدل على ذلك ونحن نذكر بعض الامور التي ترتبط بعلائم الظهور بشكل مختصر. أولاً: إن الله سبحانه وتعالى قدر أموراً متدرجة، فبعض الأمور تسبق بعضها، سواء في التكوين، أو في التشريع، مثلاً: الله سبحانه وتعالى قدر الليل والنهار، ولا الليل سابق النهار، هذه آية شريفة. الليل يأتي لما ينتهي الليل يأتي النهار، لما ينتهي النهار يأتي الليل، وهكذا. هذه أمور تدريجية بعضها يسبق بعضها. وكذلك في التشريع الله سبحانه وتعالى في التشريع شرع أموراً متدريجية بعضها يسبق بعضاً سواء في اصل التشريع حين بعث رسوله محمداً صلى الله عليه واله خلال ثلاثة وعشرين سنة الله سبحانه وتعالى بين الاحكام بشكل متدرج أو في التشريعات التي شرعها بعض العبادات أو غير العبادات فيها أعمال بعض الأعمال تسبق بعضها، مثلاً الصلاة تكبيرة الإحرام تسبق الحمد، الحمد يسبق السورة، السورة تسبق الركوع وهكذا. بالنسبة إلى تقديراته سبحانه وتعالى. أيضا الله سبحانه وتعالى قدر بعض الأمور تسبق بعضها، يعني مثلا بالنسبة إلى يأجوج ومأجوج، الله سبحانه وتعالى يقول: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. ياجوج وماجوج اذا من كل حدب من كل مكان من كل مرتفع هؤلاء انتشروا في الارض وغزوا الارض هذه علامه من علائم القيامه يعني الله سبحانه وتعالى قدر بان يكون خروج ياجوج وماجوج قبل يوم القيامه وقبلها بفترة قصيرة، لذا يقول واقترب الوعد الحق. بالنسبة إلى ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فقد قدره الله سبحانه وتعالى. وقدر أمورا تسبق ظهور الإمام المهدي. هذه الأمور لأنها تسبق ظهور الامام لذلك جعلت علامه يعني اذا رايت هذا الامر فاعلم بانه بعده سواء بفتره قصيره او بفتره طويله سيكون الظهور المبارك هذه بالنسبه الى اصل علائم الظهور ثم ان الله سبحانه وتعالى بعض هذه العلائم جعلها حتمية، وبعض هذه العلائم لم يجعلها حتمية، مثل الآجال؛ اكو اجل مقضي وأجل مسمى، الإنسان له أجل، أجل محتوم، وهناك أجل معلق. إذا واحد راح انتحر مثلاً، هذا الإنسان الذي ينتحر هذا يموت، ومات بأجله، ولكن كان أجلاً معلقاً. يعني إذا ما كان ينتحر، الله سبحانه وتعالى يقدر له الحياة لبضع سنين مثلاً. لكن بسوء اختياره ذهب للانتحار، فالله سبحانه وتعالى قدر عليه الموت. واحد يمرض يراجع الطبيب يستعمل الادوية يعالج نفسه الله سبحانه وتعالى يشفيه فيعيش بضع سنين لعله. وواحد يبتلى بنفس المرض لا يعالج الله سبحانه وتعالى قد لا يشفيه وقد يعجل في موته. فاكو امور محتومة وامور معلقة. علائم الظهور كذلك. توجد علائم محتومة، يعني هذه أمور قدرها قد الله سبحانه وتعالى قبل ظهور الإمام المهدي تقديراً لا تغيير فيه، لا بداء فيه، فكانت علامة حتمية، مثل ظهور السفياني مثلاً، ومثل ظهور الدجال، وهناك علائم ترتبط بقضايا أخرى فالله سبحانه وتعالى قد يمضي ذلك التقدير وقد يغيره، فلذا كانت علائم محتومة وعلائم غير محتومة ترتبط بحالات الإنسان وظروفه وأعماله، لماذا الأئمة بينوا علائم الظهور؟ الجواب على ذلك لكي يبقى وتبقى جذوة الأمل مشتعلة في قلوب المؤمنين لو من اليوم الأول يقولون أن ظهور الإمام المهدي بعد 1500 سنة الناس يصابون باليأس وخاصة في الظروف الصعبة التي مر بها أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام والانسان اذا في ظروف صعبة، إذا استسلم للياس، هذا الانسان قد يفقد دينه، لكن إذا لم يستسلم للياس، ويكون في أمل، الإنسان الذي هو في أمل لا يستسلم، لا يفقد دينه عادة، يقاوم. الآن في الطب الحديث يقولون أن بعض المرضى الذين يصابون بأمراض لا علاج لها، هذه الأمراض تقضي عليهم. إذا ما تخبر بأنه بأن هذا المرض سيقضي عليه، تشوفه هذا يحاول يذهب للعلاج، قد علاجه وقد أمل يطيل في عمره. لكن إذا يأس هذا المريض خلاص ماكو علاج وأنت راح تموت فيأس نفسيا راح يترك العلاج نفس حالة النفسية تؤثر على جسمه تشوفه أسرع يموت لأن اليأس يسبب انهيار الإنسان زين أتباع أهل البيت في طول التاريخ في مصائب في زمان بني أمية زمان بني العباس زمان بني عثمان زمان حكام الجور وهم أقلية مضطهدة أشهد الاضطهاد إذا تقول له بعد ألف سنة راح يكون ظهور المهدي ألفين سنة ثلاثة آلاف سنة هذا راح ينهار وإذا انهار راح يبيع دين لعله لكن عنده أمل أنه الظهور يكون هذا اليوم يكون في هذا اليوم أو في غاد او في حياته عنده امل، ما يدري هو، لكن الامل موجود. هذا يسبب الاستقامه والمقاومه وعدم الخضوع والخنوع. المصائب التي جرت على اتباع اهل البيت لو كانت جاريه على اي نحله لانقرضت، احنا عندنا هوايه مذاهب في طول التاريخ هذه المذاهب انقرضت. لماذا؟ لأن السلطة كانت ضدها، كانت تضطهد أتباعها. انقرضوا. مع أنه لم يجرِ عليهم عشر معشار ما جرى على أتباع أهل البيت. أما بالنسبة إلى أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الله أراد لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئًا هيأ له أسبابه. ومن ذلك مسألة الانتظار. يعلمون ان اماما يرعاهم وانه سيظهر. ما يدرون متى يظهر، لكن يأملون ان يظهر في زمانهم. امر اخر بالنسبة الى علائم الظهور، العلامة قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة. اذا نريد نمثل مثل لتوضيح الفكرة واحد يخرج من النجف الأشرف إلى كربلاء المقدسة أول ما يخرج يشوف علامة لوحة مكتوب عليها كربلاء ثمانين كيلومتر مثلا هذه علامة تشير إلى كربلاء لكن مسافتها عن كربلاء ثمانين كيلومتر يقطع مسافة يجد علامة أخرى لوحة أخرى مكتوب عليها كربلاء أربعين كيلومتر هذه أيضا علامة المدينة المقدسة لكن علامة بعيدة يوصل إلى مفترق طرق يشوف لوحة إشارة كربلاء من هنا هذه أيضا علامة بس يمكن هذه العلامة فاصلتها عن كربلاء ثلاثين كيلومتر يشوف علامه اخرى مكتوب كربلاء عشره كيلومترات يشوف علامه اخرى مكتوب عليها اهلا وسهلا بكم في مدينه كربلاء المقدسه هذه كلها علائم لكن علامه بعيده وعلامه قريبه وعلامه ملاصقه علائم الظهور هكذا بعضها قريبه بعضها بعيده مثلا من علائم الظهور البعيده زوال ملك بن العباس هذه من علائم ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الآن ملك بن العباس قد زال قبل تقريبا 750 أو 800 سنة زين كيف زال ملك بن العباس قبل 750 أو 800 سنة ولم يظهر الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف قل هذه علامة بعيدة علامة مثل العلامه الاولى في طريق نجف وكربلاء مكتوب كربلاء 80 كيلومتر واحد يسير فتره يقول وين احنا شفنا العلامه بس ما وصلنا فقال له انها علامه لكنها علامه بعيده وهناك علائم قريبه هذا بشكل مختصر حول علائم الظهور في هذا الحديث الشريف الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام بعد أن يذكر غيبة الإمام المهدي في الشطر الأول من الحديث الذي قرأناه في الحلقة الماضية في الشطر الثاني يقول لا بد من قتل غلام بالمدينة من علائم الظهور أن هناك غلام يقتل في المدينة الغلام شنو هو؟ الغلام يطلق على الطفل الرضيع إلى الشاب الذي يبلغ ثلاثين عاماً. إذا تعدى ثلاثين لا يقال له غلام، لذا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام قال بالنسبة إلى علي الأكبر، "لقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقاً وخلقاً" مع أن علي الأكبر حسب بعض التواريخ كان عمره في ذلك الوقت ثمانية وعشرين عاماً. الإمام أطلق عليه كلمة الغلام وقد يطلق الغلام على الشاب الطاري لا بد من قتل غلام بالمدينة هناك سيد من ذرية الرسول صلى الله عليه وآله يقتل في المدينة وهذا من العلائم أكو واحد آخر يقتل في مكة اللي هو النفس الزكية يقتله جيش السفياني هنا زرارة كان يعلم بذاك لعله قبل ذلك كان سامع سامع هذا الكلام من الإمام عليه الصلاة والسلام أن هناك شاب يقتل في مكة يقتله جيش السفياني هسه عندما يسمع من الإمام الصادق لا بد من قتل غلام بالمدينة يسأل أنه جيش السفياني يقتله الإمام يقول لا ذاك واحد آخر علامتان واحد في مكة يقتل يقتله جيش السفياني وآخر يقتل في المدينة قلت جعلت في ذاك أليس يقتله جيش السفياني قال لا ولكن يقتله جيش آل بني فلان هنا الإمام ما يذكر من ذوله أو الإمام ذكر زرارة ما ذكره أو أحد الرواة ما ذكر كنا عنه ولعل الأقرب أن الإمام هو الذي كنا عنه آل بني فلان لماذا؟ لأن الحكام الذين تعاقبوا على المدينة في طول التاريخ كثيرون إذا واحد يراجع التاريخ الحكام التابعون لأسر حاكمة كثيرون تعاقبوا على المدينة إذا الإمام كان يذكر اسم آل بني فلان مثلا يقول آل بني زيد هذه العلامة كانت تكون شوية أوضح فلذلك الناس يشوفون الآن آل بني عمرو حاكمين مثلا يشوفون آل بني بكر حاكمين يقولون زين هذه العلامة لا ترتبط بهذا الزمان لكن حينما يقول آل بني فلان ما ذكر من هم كنا عنهم فأنت إذا سمعت بأنه شخص من السادة قتل في المدينة حس في أي زمان قبل ألف سنة الآن قبل خمسمائة سنة قبل عشرين سنة قبل 800 سنة تحتمل انطباق هذه العلامة على هذا القتيل. وهذا الاحتمال يبقي جذوة الأمل مشتعلة في قلب الإنسان. طبعاً بين قوسين نذكر هذه العلائم لأن فيها حالة من الإبهام. لا يصح الإنسان بشكل قطعي يقول هذه العلامة في هذا الزمان. يعني واحد قبل 500 سنة يعيش سلطة مسلطة على المدينة قتلت سيدا شابا ما إلى حق يقول أنه خلص هذه العلامة هي التي أرادها الإمام عليه الصلاة والسلام نعم يحتمل ذلك هو هذا المطلوب أما أنت بضرس قاطع تقول أن هذه العلامة الآن تطبق الكلي على هذا الجزء تبين الابهام بدون دليل معتبر شرعي، هذا لا يصح. اكو بعض يراجع علائم الظهور كلما راى حادثه يمكن انطباق علامه الظهور عليها، يقول هي هاي المراده. واحنا في عصر الظهور. كلا يمكن هي مو مراده. نعم نامل ذلك وندعو الله سبحانه وتعالى ان نكون في عصر الظهور. وأن نشاهد ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ونأمل أن نكون من أنصاره بس هذا مجرد احتمال أنه ينطبق علينا هذا الزمان هذه العلامة لعله هذا الشيء المبهم ما ينطبق على هذا الشيء اللي حدث في زماننا يمكن ينطبق على الذي يحدث بعد خمسمائة سنة بعد ألف سنة نحن نحتمل أن هذا العصر عصر الظهور كما أن آبائنا أجدادنا إلى قبل ألف سنة كانوا يحتملون أن العصر عصر الظهور بس ما كانوا يجزمون لأن كثير من هاي العلائم فيها إبهام إبهام متعمد لإبقاء الأمل عيسى عليه السلام بشر برسول الله محمد صلى الله عليه وآله ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد حسب هذا التاريخ الميلادي اللي موجود بين عيسى وبين رسول الله محمد صلى الله عليه واله ستمائة سنة تقريبا، لكن حسب الروايات ان الفاصل بينهما خمسمائة سنة، هذا التاريخ الميلادي ليس تاريخا دقيقا، لانه تم وضعه-وضعه بعد المسيح هم يقرون باكثر من ثلاثمائة سنة. فصار في زيادة ونقيصة، حتى مولد المسيح عندنا في بعض الأحاديث أنه في حزيران كان في الصيف، مو في كانون الأول. والآن أيضاً بعض علماء التاريخ يقولون من الغربيين أنه 25 كانون الأول الذي يعتبرونه الكريسماس ويوم ميلاد المسيح، هذا كان عيداً وثنياً. فلما دخلوا في النصرانية هذا العيد حفظوه لكن اعطوه طابع ديني باعتباره يوم ميلاد المسيح. فعلى كل حال الصحيح ان عيسى ولد في حزيران وانه عليه السلام الفاصل بينه وبين الرسول محمد 500 سنه مو ستمائة سنه. على كل حال عيسى بشر برسول الله محمد. زين يعني عيسى نبي. ومن الله سبحانه وتعالى كانت بشارته. فهذه بشاره مقطوعه لا اشكال فيها. لكن متى لم يذكر لهم الفاصل بينه وبين محمد صلى الله عليه واله، فيظهر من بعض الروايات والتواريخ ان المؤمنين من اتباع عيسى من بعد عيسى كانوا ينتظرون رسول الله محمد صلى الله عليه واله. هل ستسألهم هل يوم يظهر هل يوم الله يبعثه؟ يقول ما أدري لكن أعلم بأن الله سيبعثه متى لا أدري لكن أرجو أن يكون في زماني كذلك التوراة كانت قد بشرت برسول الله محمد صلى الله عليه وآله الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ولذلك اليهود الذين كانوا في المدينة اصل ذهابهم الى المدينه لانه قد قرأوا في كتبهم ان الرسول محمدا صلى الله عليه واله، ان الرسول الذي بشر به موسى سيظهر في هذه المدينه، لذلك هاجروا الى المدينه واطراف المدينه طمعا في ان يكون الرسول منهم، حينما كان المشركون من اهالي يثرب، المدينه، الاوس، الخزرج يضطهدون اليهود، هؤلاء اليهود كانوا يقولون انتظروا ايام، سنوات، فترة راح الرسول يظهر وينقذنا منكم، فلما ظهر الرسول الله سبحانه وتعالى بعثه، آمنت العرب به الأوس والخزرج، لكن اليهود شافوا هذا مو من بني اسرائيل مع انه كانوا يعلمون وكانوا يستفتحون به من قبل كفروا به. زين. أنت تقول لهؤلاء اليهود تقول للنصارى أنتم تنتظرون الرسول الأخير الذي يبعثه الله سبحانه وتعالى نعم ننتظره متى يظهر؟ لا ندري لكن نأمل أن يكون ظهوره في زماننا والقضية المعروفة أن بحيرة الراهب النصراني الذي كان يعيش في بصرة في صومعة بصرة تقع الآن في جنوب سوريا قرب الحدود الأردنية حينما أبو طالب سلام الله عليه مؤمن قريش في قافلة ذهب إلى الشام للتجارة واصطحب معه رسول الله محمدا صلى الله عليه وآله هناك بحيرة حينما رأى النبي بالطريق ووجد بعض العلائم احتمل أن يكون هو الرسول صلى الله عليه وآله حسب ما كان قاري في كتبه ذهب الى الرسول ووجد العلائم اطمئن انه هو الرسول فوصى ابا طالب بالنبي صلى الله عليه واله وانه يحافظ عليه. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه واله بعد ذلك بسنوات سمع بحيرا بان الرسول قد بعث فامن به لكن لم يره لم يلتقي به. على كل حال العلائم المذكوره كثير منها علائم ذكرت بابهام. الانسان هذه العلائم توجد الامل فيه وتزيد من انتظاره، لكن يقول انه هذه العلامه في هذا الزمان، قطعا هذا نوع من الرجمه بالغيب ولذلك لا يصح. الامام الصادق هنا يقول: ولكن يقتله جيش آل بني فلان حتى يجيء يدخل المدينه، يعني هذا الجيش يدخل المدينه فيأخذ الغلام فيقتله، فإذا قتله بغيا وعدوانا وظلما لا يمهلون، فعند ذلك توقع الفرج إن شاء الله، فإذا هذا الجيش قتل هذا الغلام في المدينة، قتله بغيا وعدوانا وظلما، هذه كلمات مترادفة ولكن في اللغة ذكرت فروق بسيطة بينها مثلا الظلم ذكروا أنه ضرر لا يستحق وأصل الظلم نقصان الحق الباغي شدة الطلب لما ليس بحق العدوان هو ظلم الغير لا يمهلون يعني الله سبحانه وتعالى ينزل العذاب عليهم فعند ذلك توقع الفرج إن شاء الله يعني يمكن الله سبحانه وتعالى يؤجل الفرج، إنه أحيانا الله سبحانه وتعالى يقدر تقديرا، وهذا التقدير لا يجعل يد الله مغلولة، مو مثل ما قالت اليهود، هذا ذكرناه في بحث البدا، في بحث البدا، يقولون الله خلق العالم هسه ما يقدر يغير، كلا الله حينما يقدر كما هو قدر هو قادر على أن يغير ذلك التقدير. مثل قوم يونس هؤلاء لما كفروا الله قدر عليهم العذاب وارسل العذاب لكن قبل ان ياخذهم العذاب تضرعوا الى الله سبحانه وتعالى فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا تضرعوا الى الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى كشف العذاب عنهم يعني غير التقدير لذا الامام يقول فعند ذلك توقع الفرج إن شاء الله لعل الله سبحانه وتعالى يشاء بالتأخير يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المنتظرين الحقيقيين وأن يعجل فرج مولانا صاحب الزمان هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين